السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله كلكم زينين. أصدقائي، هاليوم راح نسوي كاب كيك فاخر جدا ولذيذ لذيذ جدا. بمسحوق الخبز راح أحضره بمسحوق الخبز الجاف وعجينة اللوز، تنطي نكهة رائعة جدا للكيك. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة العمل. أول شيء، المواد اللي راح أحتاجها لتحضير كاب كيك اللي راح أسويه هذا اليوم بطحين الخبز أو بمسحوق الخبز. أول شيء راح أحتاج عندي 150 غرام زبدة بحرارة الغرفة، بيض عدد 2، 3/4 كوب طحين، 3/4 كوب سكر، 3/4 مسحوق الخبز، 3/4 الكوب مسحوق الخبز اللي نسميه بقسم، 1/2 كوب هذا عجينة اللوز. إذا متوفرة عجينة اللوز هو الأفضل، يعني الكيكة أطيب تطلع بعجينة اللوز، الطعم يطلع خيال بعجينة الخبز. أنصحكم عفوا بعجينة اللوز، أنصحكم جربوها، عجينة اللوز كلش لذيذة بالكيك. أحتاج 1/3 كوب حليب، 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 2 ملعقة صغيرة فانيليا. أحتاج أكواب القهوة الصغيرة مو الكبيرة، هذا الحجم الصغير. أحتاج، أعيد المقادير، 150 غرام زبدة، 3/4 كوب طحين، 3/4 كوب سكر، 3/4 كوب مسحوق الخبز، بيضتين، 1/2 كوب أو ما يعادل 75 غرام عجينة اللوز، 1/3 كوب حليب، 2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر، 2 ملعقة صغيرة فانيليا. أول شيء راح أخفق البيض مع السكر. بعد ما انتهيت من خفق البيض مع السكر راح أضيف لها الزبدة، 150 غرام زبدة ذوبتها يعني ذوبتها قليلا بالميكرو، وراح أخفق هاي المواد. بعد ما انتهيت من خفق الزبدة والبيض والسكر راح أضيف هنا عندي الفانيليا، 2 ملعقة صغيرة من الفانيليا. عندي عجينة اللوز برشتها بهاي الطريقة لأنه أسهل يصير للعجن. أضيف نفس الوقت 1/3 كوب الحليب، وراح أخفق هاي المواد كلها مع بعض، وبعدين راح أضيف آخر شيء الطحين مع مسحوق الخبز والبيكنج باودر. هسه راح ابدي اضيف مسحوق الخبز تدريجيا مع الخفق. عندي هنا 3/4 الكوب الطحين مثل ما قلت، راح اضيف له 2 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، واخلطهم شوية مع بعض، وابدي اضيفهم على العجينة واخفق ايضا بالتدريج، اضيف على العجينة واخفق. بعد ما انتهيت من عجينة الكيك شوفوها شلون صارت. هسه عندي الأكواب راح أدهنها بالزيت كلها وأخليها بالصينية
صينية الفرن. سخنت الفرن درجة حرارة 175، أحشيها بعجينة الكيك، أحاول أن أمليها يعني 3/4 الكوب من هذه العجينة بهذا الشكل، 3/4 الكوب. شوفوا، أحاول أحشيها كلها وراح أدخلها بالفرن. مثل ما قلت سخنت الفرن درجة حرارة 175، هخليها بالفرن بين 15 إلى 20 دقيقة. هكذا مثل ما تشوفون انتهيت من حشو الأكواب بالكيك. طلعت 12 كوب مثل ما تشوفون، 4 × 3 12 كوب. راح أخليها بالفرن لمدة بين 1/4 ساعة إلى 20 دقيقة وأرجع لكم. بعد ما انتهيت من تحضير الكيك صار بهذا الشكل، طلعته فرغته من القوالب وتركته يبرد. عندي هنا أنا مربى، أو تريدون القطر أو الشيرة تستعملون أي شيء أنتو تريدون، بس المجرد على مود يتماسك. عندي هنا أنا اللي بجوز أو جوز هند تريدون تستخدمون، أو البندق، أي يعني أي مكسرات أنتو تحبوها تقدرون تستخدمون. احنا نحب الجوز أكثر شيء بالمعجنات، فلذلك استخدم جوز اكثر شيء. اول شيء راح اخلي لوثها للكيكة بهاي الطريقة بالمربى او القطر او العسل، يعني اللي انتو تترابوا له، او اذا بدون هذه بدون العسل والمربى الجوز همنا يرجع لكم. صارت بهذا الشكل، اخليها هنا استمر بيهم كلهم. عندي هنا أنا 1/3 كوب من السكر المطحون أو السكر الباودر، راح أضيف له ملعقة صغيرة من الليمون، ملعقة صغيرة من الماء، أخلطهم كلهم مع بعض إلى أن ما تصير عندي عجينة يعني سائلة شوية. أضيف لها القليل أيضا من الليمون. شوفوا شلون صارت جاهزة هسه للتحضير. هذا الكاب كيك، مرحلة أخيرة لتزيين الكاب كيك. بعد ما انتهيت من تزيينها بالسكر راح اضيف لها القليل من المربى كلون. هكذا أصدقائي انتهيت من تحضير كاب كيك من مسحوق الخبز الجاف والعجينة اللوز. هو هذا اللي تشوفوه أمامكم. أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها،
وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.